السؤال الثاني من الأخ قال أن المحاورين في قضية السلام الفلسطينية ليسوا دائما الراغبين في السلام، ولكنهم على الأكثر الراغبين في الحرب، وأن هناك مجموعة من التنظيمات والدول تتدخل في قضية السلام الموجودة، وهو يتمنى أن الفلسطينيين وأن الإسرائيليين يجلسان وحدهما لعلاج هذه المشكلة الموجودة دون أن تكون هناك اهتمامات خارجية من دول أو من تنظيمات. السؤال الثالث كان بالعربي خلاص. نعم قلتهم الثلاثة بالألماني والثلاثة بالعربي. طيب مش مشكلة إن شاء الله. بسم الله. يعني أنا أجيب على السؤال فيما يتعلق بالسؤال الأخ اللي حكى بالألماني، إنه يجلس الفلسطينيون والإسرائيليون لحل الصراع الموجود في فلسطين. وكلنا يعلم أن هذا الصراع هو صراع ديني، صراع تاريخي، صراع حضاري إلى آخره. فإذا كانت يعني كل الأمم، كل العالم لم يستطع التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، فلا أظن بأنه الوضع قد يحل بين الطرفين فيما يتعلق بمفاوضات مباشرة. لأنه كما نعلم يعني كلما فتح باب للسلام أغلقه الإسرائيليون. يعني كلما اقترب الطرفان من حل لقضية معينة، حل حالة الوضع، يعني أتون بفتنة معينة. إما دخلوا عبيد حنون عملوا مجزرة أو عملوا في غزة، أو دخلوا على أبو عمار الله يرحمه الضفة الغربية كلها وطبشوا رؤوس الناس ثم خلاص أغلق الملف. أو حتى بعد ذلك يعني إذا ما فشلوا في هذه العمليات التدميرية للشعب الفلسطيني كانوا يخترقوا أزمة ائتلاف داخل الحكومة الإسرائيلية ويأتون بانتخابات جديدة. حتى أن نتنياهو الآن الذي لم ينتخبه الشعب إلا من خلال أو قبل عدة شهور هو الآن موجود في الزاوية تقريبا، ولا أدري خطابه اليوم أو غدا خطابه سيكون مصيري بالنسبة لخطة أوباما. فإذا رفض خطة أوباما لحل أو حل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة يهودية، لا تستبعدوا أن يكون لدينا انتخابات خلال شهور أو خلال عام، وبالتالي راح يختلقوا أزمة ائتلاف إما ليبرمان أو غير ليبرمان، وتكون هناك انتخابات جديدة في إسرائيل، وبالتالي يزيح نتنياهو ويأتون بحكومة جديدة راح تعيش على هذا المنوال سنتين أو ثلاث. وهكذا كلما فتح باب للسلام أغلقه الإسرائيليون. أما فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، لا أقول الأجنبية، الخارجية، والأخ بالتأكيد يقصد مصر والأردن ولربما دول عربية أخرى، فأظن أنه بعض الدول العربية تقف حائرة أمام الوضع الموجود، وبعض الدول متواطئة، ولا أريد أن أقول الكلمة الأخرى يعني اسمحوا لي، بس هناك دول عربية إقليمية مجاورة لفلسطين تعرفون دورها تماماً في محرقة غزة الأخيرة تماماً، ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك لأنها دول عربية شقيقة. وبالتالي يعني أرجو، يعني كنا ندعو أنه فعلاً دول الجوار تدفع نحو وحدة الصف الفلسطيني مثل ما الحاصل اليوم، ونحو دعم الموقف الفلسطيني وليس الموقف الإسرائيلي، ليس كما قالوا في عاصمة عربية كبيرة عريقة كسروا رؤوسهم في غزة، وليس كما قال البعض الآخر في مكان آخر كسروا عظامهم وراهنوا على غزة بين يومين لثلاثة أيام ثم بعد ذلك تستباح، لكن الله سبحانه وتعالى وصمود أهلنا في قطاع غزة أفشل هذا المخطط، فعادوا أدراجهم فاشلين بعد أن سحبوا قواتهم بالليل قبل النهار. فإذا أقول إن شاء الله أنه هناك أمل إن شاء الله، لكن أظن بأن الفلسطينيين يريدون السلام أكثر من غيرهم وأكثر من أي وقت مضى، والذين يرفضون السلام هم اليهود.